بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة. فالنهاردة الكنيسة الأرثوذكسية هتنظم احتفالية الصحافة والدوريات القبطية، والنهاردة هتنطلق بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والأيروبكس، وكمان أخبار تانية كتير هنتابعها في سياق العرض التالي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية الصحافة والدوريات القبطية بمسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بمناسبة مرور 150 سنة على نشأة الصحف والدوريات القبطية. بتيجي الاحتفالية بحضور ورعاية قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهيشارك في الاحتفالية عدد كبير من أساقفة الكنيسة القبطية، أبرزهم الأنبا ماكاريوس أسقف المنيا اللي تم تكليفه بإدارة هذه الاحتفالية، بجانب حضور صحفيين ملف القبط البرزين والممثلين للمجلات والصحف القبطية التاريخية. النهاردة هتحل عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم ضيفة على أوركسترا القاهرة السيمفوني عشان تجري حوار إبداعي مع عازف الفلوت الفنلندي سامي جونن خلال الحفل المقام ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات بقيادة المايسترو هشام جبر. النهاردة هتنطلق بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والأيروبيك واللي هتستمر لحد 9 ديسمبر اللي في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وبيشرف عليها الاتحاد المصري للجمباز. لعشاق كأس العالم النهاردة هيكون معادهم مع مباريات قوية في افتتاح الدور 16، منتخب الولايات المتحدة هيواجه منتخب هولندا الساعة 5، ومنتخب الأرجنتين هيواجه أستراليا الساعة 9 بالليل.